عائلة الحاج متولي هو مسلسل مصري شهير جداً عرض في شهر رمضان عام 2001 وناقش مشاكل تعدد الزوجات ومشاكل الرجل الشرقي في حياته الزوجية بشكل عام. المسلسل من تأليف الكاتب مصطفى محرم وإخراج المخرج محمد النقالي وبطولة الأستاذ نور الشريف مع مجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ومصطفى شعبان، وعرض في مصر وعدد كبير من الدول العربية في شهر رمضان في 34 حلقة. بطل المسلسل هو محمد جابر محمد عبد الله، وهو الاسم الأصلي للفنان القدير والعظيم الراحل نور الشريف، واللي اتولد في 28 إبريل عام 46 في حي السيدة زينب بالقاهرة، واشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية. نور الشريف بدأ حياته الفنية عام 64 قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبالمناسبة هو كان الأول على دفعته بتقدير امتياز عام 67. بدأ نور الشريف التمثيل في المدرسة، وكان برضو لاعب كرة قدم في أشبال نادي الزمالك، لكنه ما كملش الكرة وركز في التمثيل. كان دايماً نور الشريف بيتكلم بمنتهى التقدير عن أساتذته في المسرح زي الفنان كرم مطاوع والفنان سعد أردش، واللي أتاح له فرصة التمثيل في دور صغير في مسرحية الشوارع الخلفية، وبسبب الدور ده اختاروا المخرج كمال عيد عشان يمثل دور البطولة في مسرحية روميو وجولييت. وأثناء البروفات اتعرف على المخرج حسن الإمام واللي قدمه في فيلم قصر الشوق، ونال عن الدور ده أول جايزة في حياته الفنية. أعمال نور الشريف الفنية أغلبها من الروائع، وده نظراً لتعامله مع كبار المخرجين وكبار الأدباء. فقدم مثلاً بئر الحرمان عام 69، السراب عام 70، زوجتي والكلب عام 71، دمي ودموعي وابتساماتي عام 73، وده نفس العام اللي قدم فيه أفلام زي كلمة شرف والسكرية. وسنة 74 قدم أفلام زي الإخوة الأعداء وأبناء الصمت والشوارع الخلفية وغيرهم من الأعمال العظيمة. بعد كده قدم حبيبي دائما وضربة شمس والشيطان يعز وأهل القمة وسواق الأتوبيس وزمن حاتم زهران وآخر الرجال المحترمين والصعاليك وجري الوحوش والعار وقلب الليل وأيام الغضب وناجي العلي وليلة ساخنة والمصير. فعلا أعمال نور الشريف بخلاف العدد الكبير جدا فهي بتشترك معظمها في عنصر الجودة والإتقان، والحقيقة أنه نقل ده لأعماله التلفزيونية كمان زي مارد الجبل ولن أعيش في جلباب أبي والرجل الآخر وحضرة المتهم أبي وعمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد وطبعا عائلة الحاج متولي. نور الشريف كان نموذج للفنان اللي بيتصدى لقضايا شائكة طول مسيرته المهنية، زي مثلاً فيلم الكرنك اللي واجه مشاكل رقابية كبيرة قدمه نور الشريف عام 75، والمدهش إنه في العام ده اللي هو سنة 75 قدم نور الشريف 12 فيلم بجوار فيلم الكرنك. نور الشريف كان فنان جريء جداً في اختياراته، فمثلاً قدم شخصية الجاسوس الخائن في فيلم بئر الخيانة، وقام بدور الانتهازي في فيلم زمن حاتم زهران، واللي مش بس قام فيه بدور البطولة لكن كمان أنتجه وقدم فيه المخرج محمد النجار لأول مرة. نور الشريف قام بإخراج فيلم واحد وهو فيلم العاشقان عام 99، وشاركته البطولة فيه الفنانة بوسي رفيقة عمره. نرجع لمسلسل الحاج متولي، واللي تصور إن هو كرجل شرقي قادر على استيعاب وإدارة حياته الزوجية مع أربع زوجات في نفس الوقت، لكن الحقيقة إنه كان بيتعرض دايماً لضغوط ومؤامرات من زوجاته الأربعة عليه، وده اللي خلاه في مشاهد كتيرة من المسلسل يقدم شخصية الزوج المضغوط واللي بيعاني من التوتر، والزوج المضغوط والمتوتر دايماً بيشتكي من الصداع، وده موضوع حلقة النهاردة وهو عن الصداع في رمضان سواء في الصيام أو بعد الفطار.